وان شاء الله تكون بطوله تليق باسم النادي الاهلي. ان شاء الله طبعا، لان الاهلي ينظم بطوله افريقيه على ارضه اكيد بتبقى بطوله قويه، وشايفين عدد الفرق المشاركه لان هم عندهم ثقه في تنظيم النادي الاهلي وقوه تنظيمه. الحمد لله عدد قياسي من الفرق، 22 فريق. الحمد لله احنا كفريق استعدنا كويس جدا للبطوله من خلال ماتشات الدوري والكاس، وبعدين المعسكر الخارجي النادي الحمد لله بنشكر مجلس اداره النادي الاهلي انه اتاح لنا الفرصه ان احنا نعمله. ناقص طبعا توفيق ربنا ووقوف جمهورنا ورانا، ان شاء الله باذن الله يتحقق اللقب باذن الله وعوده اللقب لنا. لو باخد الاستفادات والايجابيات بالنسبه لمعسكر فنلندا، انا عارف ان طبعا يمكن المعسكر ده هو اللي بيسبق هذه البطوله، ويمكن كان في تركيز كبير بالنسبه للاعبات وليك يا كابتن حمدي، ابرز الايجابيات في هذه في هذا المعسكر، وايضا كمان لو كان في سلبيات حابين نعرف. الحقيقه ابرز الايجابيات ان احنا قدرنا عوده الناس المصابه الفتره اللي فاتت، قدرنا نجهزهم بصوره كبيره جدا ورجعوا لكتير من مستواهم. تاني حاجه المباراه القويه، اربع مباريات قويه عملناها في المعسكر، الحقيقه كان نقلونا نقله تانية، غير طبعا الاحتكاك المحلي بيبقى غير الاحتكاك الدولي على المستوى الدولي، فرق قويه استفدنا منها كويس قوي، وقدرنا نقف على اكتر السلبيات عندنا ونقاط الضعف اللي قدرنا نعالجها قبل البطوله الافريقيه. لو بتكلم بتنظيمنا لهذه البطوله وحضور الجمهور، ده يمكن بيدي عبء شويه سواء على اللاعبات او على الكابتن حمدي، لكن حضور الجمهور ومدى تاثيره عليكم، وكان ليهم تجربه كبيره كمان معاكم يا كابتن حمدي خلال الفتره اللي فاتت. الحقيقه النقطه المختلفه طبعا حضور الجمهور احنا متعودين عليه في البطولات العربيه اللي فاتت، ولكن النقطه المختلفه ان البطوله على ارضنا دي عامله عبء شويه على اللاعبات. احنا اتكلمنا معاهم نفسيا وعالجنا الموضوع دوت ان احنا شغالين عليه في الفتره اللي فاتت، وان شاء الله النقطه دي تبقى ايجابيه لينا والجمهور دوت يبقى دافع لينا ان احنا باذن الله نحقق البطوله باذن الله. يمكن وانا بتسجل مع الدكتور طارق ادور المسؤول الاعلامي، قال يمكن النادي الاهلي عامل ريكورد زي فريق الكوره بالنسبه للكره الطايره وكره القدم، من يعتبر هو الوحيد اللي يمكن اعلى رقم بالنسبه لتحقيق البطولات ده برضو.